قبل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية، تزايدت وتيرة التنسيق الخليجي مع مصر حرصاً على تحقيق مصالح استراتيجية مشتركة وتوحيداً للرؤى، بعدما باتت قضايا الشرق الأوسط تشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. ترمومتر الاستقرار في الإقليم بدأ بزيارة الرئيس اليمني للقاهرة، ثم عقد القمة الثلاثية، ثم لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان، ثم وزير خارجية دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل القادة العرب يلتفون حول مواقف عربية واحدة. الدول العربية الرئيسة في هذا هي السعودية والإمارات ومصر، تستطيع أن تصيغ رؤية مباشرة تجاه هذه الإدارة الأمريكية بما يحقق أهدافنا ومطالبنا. دور إقليمي محوري لمصر تسعى من خلاله لتقديم مقاربة مباشرة تقوم على الاحتواء وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا والملفات الرئيسية في المنطقة. مصر لا توافق على كل الاستراتيجيات الأمريكية أو على تفاصيل المواقف الأمريكية المختلفة، ولكنها تسعى لإيجاد مناطق للاتفاق وتوسعها وتفعيلها بشكل عملي بحيث أنها تؤدي إلى نتائج عملية على الأرض. بعض الأجندات ذات الأولوية سواء مرتبطة بتصفية خلافات سياسية أو ترتبط بالتعامل مع بعض الأزمات أو الكوارث زي اللي فرضتها على سبيل المثال الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى أن يكون هناك تصور أيضا للقضية الأم التي تنشغل بها القاهرة وهي القضية الفلسطينية. ملفات عديدة من المفترض أن تضع لها القمة الخليجية الأمريكية حلولا جديدة مع الإدارة الأمريكية في زيارة هي الأولى للرئيس الأمريكي للمنطقة العربية بعد 18 شهرا من توليه كرسي البيت الأبيض. قمة خليجية أمريكية بمشاركة مصر والعراق والأردن، هذه القمة استبقتها القاهرة بجولات حوار وتشاورات عربية تعكس التزام مصر بالقضايا العربية استمرارا لحفظ أمن المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل. أحمد عبد الصمد من القاهرة، تلفزيون أبو ظبي.